بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا ربي، يسرني يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إنما يا ربي ساهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بس إن شاء الله راح نبدأ النهاردة فيديو عن مادة الماتريال. هندرس فيه إن شاء الله أول جزء من المادة، حوالي 15 صفحة الأولانيين في مذكرة الدكتور. نبدأ بتعريف اللاتس. تعريف اللاتس نقدر نقوله عن طريق بعض الخطوط بنوصلها في اتجاه مسافات بينها متساوية، وكذلك خطوط في اتجاه تاني بيتقاطعوا في مجموعة من النقاط. النقاط دي بنسميها اللاتس بوينت. اللاتس عامة يعني اللاتس اللي هي الشبكية، بيبدأ ليها المنهج. وبعد كده في بنعرف حاجة تانية اسمها البيز. البيز هي عبارة عن نواة أو ذرة أو جزيء مكون من أكتر من ذرة، بيتكرر على كل لاتس بوينت بالنسبة لنا، فبيكون لنا الكريستال اللي هي طبيعة العناصر بنسبة في المادة السنة دي. تبدأ المادة ببعض التعريفات بتتقرا من الكتاب إن شاء الله أو من الورقة بتاع الدكتور. نبدأ بوصف الأجزاء بتاعت المادة. أول جزء عندنا اللاتس بوينت. عشان أعرف لاتس بوينت باخدها عن طريق نقطة معينة بعتبرها بالنسبة لي الأوريجين، وببدأ أعرف المتجهات بتاعتي اللي هو الاتجاهات، وليكن الاتجاه ده A والاتجاه التاني B. فهقول بطريقة الفيكتورز بالظبط، أنا عشان أمشي من النقطة دي لحد النقطة دي باخد وليكن مثلا هسميها نقطة P، فيبقى نقطة B دي بمشي لها 2 في اتجاه الـ A، وبمشي كمان 2 في اتجاه الـ B. طيب طريقة كتابة النقطة، إن أنا بشيل الرموز بكتبها 2 2، ويبقى ده كده رقم النقطة B بالنسبة للأوريجن. نيجي لطريقة كتابة الدايركشن. الدايركشن برضو باخد نقطة كأنها أوريجن وبمشي وليكن في اتجاه نقطة تانية، برضو بقيس المسافة في كل اتجاه زي ما بحلل الفيكتور. فهقول وليكن مثلا الدايركشن ده هسميه دي، يبقى الدي بالنسبة لي بيساوي 3 في اتجاه الـ A زائد 1 في اتجاه الـ B. طيب برضو بشيل الاتجاهات واكتبها 3 1، لكن بحطهم في أقواس عشان أعرفهم ده دايركشن. طيب لو حبينا نقول دايركشن في الاتجاه وليكن ده كده، كده بالنسبة لي بيمشي 2 في الاي بالسالب، وليكن مثلا اس، فيبقى الاس بيساوي سالب 2 اي زائد 1 بي. برضو هشيل المتجهات، بس ما هكتبه 2 1 والسالب بحطها فوق الرقم نفسه. يبقى انا كده عرفت الدايركشن وعرفت البوينت. في حاجة تانية في الدايركشن برضه نحب نقولها، ان الدايركشن ده كده الدكتور بيسميه الترانسليشن فيكتور. الترانسليشن فيكتور يعني فيكتور بيربط بين 2 لاتس بوينت مباشرة. طيب لو الدايركشن ده اتكرر على مستوى اللاتس كلها بالنسبة لنا، على الشبكية كلها، في موازيات من كل نقطة يعني بيمر بجميع النقط، يبقى هو ده الدايركشن بالنسبة لنا. ندخل في حاجة جديدة اللي هي اللاتس بلين. بالنسبة للاتس بلين بنعبر عنها بطريقة اسمها ميلر. بيبقى عندي 3 اتجاهات أساسية، واحد بسميه A، واحد بسميه B وC. البلين بالنسبة لنا باخده عن طريق نقط تقاطع مع جميع المحاور الأساسية بالنسبة لي. مثلا لو قلنا مقطع من محور A 3 قطع، ومن محور B قطعتين، ومن محور C قطعة، فأنا بكتبه عن طريق الثلاث أسامي دول. فأقدر أقول إن البلين ده أيا كان اسمه 3A زائد 2B زائد 1C. طريقة كتابته بالنسبة لميلر بان انا بشيل الرموز وبقلب الارقام،
يعني التلاتة تبقى تلت، الاتنين تبقى نص، الواحد يفضل واحد. بعد كده اجيب له الكومن فاكتور، فهلاقي ان الكومن فاكتور هنا 6، يبقى نضرب كله في 6. وبعد كده بحطه في اقواس بالمنظر ده، يبقى انا كده بعبر عن بلين ميلر اللي احنا بنشتغل بيه. وبدي الارقام دي رموز اتش وكي وال بالنسبة لنا. طيب ندخل في نقطة جديدة، لو لقينا مثلا بلين بالمنظر ده كده، او انا صح فيكتور اتش وكي وال، معناها ايه الاقواس دي؟ معناها ان ده دايركشن بس في كيوبيك لاتس، يعني بمعنى اصح ان الاي والبي والسي عموديين على بعض. في الحالة دي الزاوية بينهم 90 درجة كل زاوية، فبيحطهم في الاقواس بالمنظر ده. وده بالنسبة لنا الزاوية دي ليها أسامي برضو، قلنا ده ايه وده بي وده سي، هتبقى الزاوية اللي قصاد ايه اسمها ألفا، الزاوية اللي قصاد بي اسمها بيتا، اللي قصاد سي اسمها جاما. فكده 3 زوايا ب90 درجة. في معلومة برضو بنحب نقولها، ان ال direction linear density يعني كثافة الخطوط، لما يكون عندي lattice دي كده، لو قلنا ان دي الخطوط الاساسيه البريماتيف اكسس مثلا، كل ما هاخد زوايا اكبر مثلا في الدايركشن، او بمعنى اصح في الاندكسز، مثلا خدت 2 و1، خدت 2 و1 تاني بالمنظر ده كده، كل ما ازود الرقم بتاع الاندكسز، يعني خليه مثلا 3 و1 4 و1، كل ما كثافه الخطوط بتزيد، لان الخطوط بتقرب من بعضها. فهي دي العلاقه بينهم، ان اللينير دينستي بتتناسب مع 1 على الاندكس. طيب ندخل في نقطة جديدة، البريماتيف سيل. البريماتيف سيل هي بالنسبة لنا، ذكرنا من شوية البريماتيف اكسس، هي عبارة عن البريماتيف اكسس بتاعتنا اللي هي الاتجاهات الأساسية، وباخد واحد في كل اتجاه، ولكن ده اتجاه ايه يبقى دي 1A، وده اتجاه بي يبقى دي 1B، وده اتجاه سي يبقى ده 1C، وبقفلهم مكعب. بالنسبة لي المكعب ده كده، ده بسميه البريماتيف سيل. البريماتيف سيل في شوية معلومات عنها، ان هي اول حاجة مينيمم فوليوم، اقل حجم ممكن، بتحتوي على 1 lattice point. طيب يعني ايه بتحتوي على 1 lattice point؟ مع ان شكلها ان فيها حوالي 8، لو خدنا نشوفها في المنظر في حالة ال2D lattice، هنلاقي ان لكل خلية 4 lattice point على حدودها عشان تبقى primitive. طيب ازاي بقول انها واحدة؟ لو بصينا لكل لاتس بوينت من دول هنلاقيها مشتركة في 4 خلايا. فعلى ذلك لو جينا نقسم الوحدة على ال4 خلايا، يبقى نصيب الخلية فيها ربع، وبذلك يبقوا الأربعة يتقسموا على الوحدة على 4 خلايا، كل واحدة قسمت على 4 خلايا، في نصيب الخلية من الوحدة ربع. فبذلك يبقى الخلية دي ليها ربع هنا وربع هنا وربع هنا وربع هنا، يبقوا 4 أرباع، يعني 1. وفي طريقة تانية برضو للتمثيل الخلية، طريقة ويجنر. طريقة ويجنر بيعمل ايه؟ بيجيب خلية زي كده، وبيقوم موصل جميع الخطوط بتاعتها، وبيقسمهم من النص بخط عمودي، من النص بخط عمودي، من النص بخط عمودي، من النص بخط عمودي، وبكده بيكون خلية بشكل جديد تحتوي على 1 lattice point في السنتر بتاعها فقط. نيجي للنقطة اللي بعد كده في البريماتيف سيل برضو، انها بتبقى فيها ال smallest density of point، يعني فيها اقل عدد نقاط في الايه في الخلية، يعني بمعنى اصح
اللي هي السيمبل كيوب، ما ينفعش اخد الفيس سنتر الكيوب او البادي سنتر كيوب. طيب ايه البادي سنتر كيوب والفيس سنتر كيوب؟ الفيس سنتر كيوب لو قلنا ده فيس سنتر كيوب بيبقى عندي لاتس بوينت في جميع الاركان وبزود عليهم واحده في كل فيس. فلو ده وجه هحط فيه واحده 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 فوق وتحت، فيبقى كده بالنسبه لي زودت في كل الاوجه، يعني زودت 6. الستة دول كل واحده فيهم تشترك مع 2، فبالتالي بقى عدد اللاتس بوينت بالنسبه للخليه زي دي ما عادش واحد، بل اصبح واحده اللي هي جميع الاركان وواحده في كل وجه والمقابل له، فيبقى بالتالي عندي حوالي 4 لاتس بوينت. طيب البادي سنتر كيوب يبقى برضو عندي واحدة في جميع الأركان بالإضافة إلى واحدة في متوسط أو في منتصف الجسم نفسه، اللي بره احنا عرفنا خلاص إنها واحدة فقط مجموعهم يعني، واللي في النص واحدة، يبقى كده عندي 2 بوينت في البي سي سي. طيب ناخد نقطة تانية برضو، إن هو قالك لو عايز تحسب الفوليوم للسيل ديت بنحسبه عن طريق الـ A ضرب B كروس دوت سي. تمام، بيعوز يحسب برضو ساعة الزاوية، لان يعني احنا قلنا ان دي تعتبر زاوية عامة مش شرط تكون 90 درجة. طيب ازاي مثلا بين A و C اتنين فيكتورز بتساوي ايه؟ بتساوي كوزين انفرس لـ A دوت سي على ماجنيتيود الـ A في ماجنيتيود الـ C. طبعا الكلام ده بالنسبة لنا فيكتورز سهل ان شاء الله يعني. طيب ندخل على نقطة جديدة وليكن الـ Primitive Axis. الـ Primitive Axis احنا نعتبر ما قلناش عنها قوي او اتكلمنا عنها او عرفناها. ايه بالنسبة لي اللي لازم اعرفه على الـ Primitive Axis؟ انها بتبقى واخدة اقل طول minimum length، يعني بالنسبة لكل مسافة بين الخلية واخدة الاقل، يعني لو في حاجة اطول وليكن مثلا كده، فما ينفعش اقول ان الخط زي ده كده، ده كده Primitive Axis. التلاتة ما يجتمعوش في البلين واحد، بمعنى ان مفيش واحد اقدر احلله بالاتنين التانيين. فلو مثلا قلنا ده في نفس البلين بتاع البي والسي، فاقدر احلله مثلا لمجموعة من البي زائد مجموعة من السي. الكلام ده ما ينفعش احلل بيه اي واحد من الاساسيين، ما ينفعش احلل ايه بالنسبة لبي وسي، ولا احلل بيه بالنسبة لسي وايه. وعشان كده التلاتة دول بسميهم بريماتيف، ما يعتمدوش على بعض. وندخل في نقطة جديدة، distance between lattice plane، المسافة بين البلين. طيب عشان نعرف المسافة بين البلين هنرسمها في الأول 2D، وليكن عندي مجموعة من النقاط بالمنظر ده. بحيث انهم على استقامة واحدة، دي كده بالنسبة لنا لاتس. وليكن وصلنا الخطوط في الاتجاه ده، طبعا النقط مش جاية على بعضها بس بتبقى جاية على الخطوط في الرسم مني. فهنلاقي المسافة ما بين كل اتنين هي دي المسافة المقصودة، وليكن ده بالنسبة لنا دايركشن A وده دايركشن B. فهنقول ان هو عايز يجيب المسافة بين كل اتنين بلينز مثلا، لو طبعا ده بلين لفوق، فهنقول في اتجاه الدايركشن ايه هتبقى المسافة عبارة عن ان انا مثلا وليكن ده الخط بالنسبة لي الاساسي اللي هو واخد 2a واخد واحد من البي، فاقدر اقول ان مسافة الاتنين ايه اتقسمت على خطين او قطعتين، فيبقى 2a على 2 وهاجي على البي هقسمها برضو، فانا هلاقي ان واحد بي اتقسمت على برضو كام؟ على خطين. بالنسبة لنا هنا الاي تدور بقت ايه؟ على 1. طيب لو جينا نعرف البلين اللي احنا قاطعين فيه دوت، هنلاقي
ان الخط ده بيقطع ال A في 2 وبيقطع ال B في 1، وبكده يبقى تركيب النقطة ديت عبارة عن نص واحد. ناخد الكومن فاكتور، هيبقى هنا واحد وهنا 2، يبقى انا كده جبت الميلر للبلين دوت مثلا. طيب بالنسبة لي الكلام ده بيمثل ايه؟ دي بتمثل ال H ودي بتمثل ال K، تمام. لو جينا نبص نقارن هنا فوق وتحت، هتلاقي ان ال A مقسومة على واحد اللي هو يعتبر ال H، وال B مقسومة على 2 اللي هو يعتبر ال K. فبذلك قاعدة عامة تبقى ال A مقسومة على ال H وال B بتتقسم على ال K. وكذلك لو خدناها في ال 3D هنلاقي ان ال C بتتقسم على ال L. يبقى انا كده عرفت اجيب الكثافة او المسافة ما بين كل 2 planes عن طريق كل في اتجاه كل axis. طيب هندخل في حاجة تانية، ولتكن النورمال، ان انا عايز اجيب المسافة النورمال، المسافة العمودية ما بين النقطة النسبية للأوريجين وأول مستوى، على أساس إن المستوى اللي بيمر نقطة الأوريجين ده أقرب مستوى ليها، فبكده تبقى المسافة العمودية بين مستويين. طيب المسافة دي عشان أجيبها برسمها بطريقة أخرى. بالنسبة لي ده كده مستوى مائل على المحاور الثلاثة ال A وال B وال C. باخد خط بيتقاطع معاه في نقطة بيبقى عمودي عليه، فالزاوية دي كده عمودية. تمام، وبنبدأ ان احنا نشتغل على النورمال. النورمال ده هسميه دي مثلا، ودي الاوريجين، دي نقطة اللي هي على البلين نفسه، تبقى مثلا نقطة P. قطعتي من هنا على ال A اللي هي يعتبر A على H، وهنا B على K، والنقطة دي اللي هي C على L. هبدأ ان انا اخد المثلث ده في الاول كده اوضحه شوية بان انا هرسمه من الناحية اللي تحت دي كده، فهلاقي ان ده كده محور ال A بالنسبة لي، وهلاقي ان فيه محور طالع كده اللي هو بالنسبة لي النورمال، وليكن هنسميه ان، فبدل ان كده بالنسبة لي، وهلاقي نازل من النورمال خط واصل بنقطة A على H. دي كده الزاوية القايمة، ودي نقطة ال P، ودي الأوريجين، يبقى المسافة دي هي الدي. طيب انا ايه اللي عايزين نوصل له من الكلام ده كله؟ ان انا عايز احلل الدي، فهلاقي الدي بتساوي ال A على H مضروبة في كوزاين الزاوية. طيب الزاوية ما بين العمودي والمحاور، ما بين المحور A والعمودي، بسمي الزاوية دي ألفا داش. طيب بين B والعمودي بسميها بيتا داش، و C والعمودي جاما داش. فيبقى كده ألفا داش واحد تساوي B على K كوزاين بيتا داش، وهتساوي برضو C على L كوزين جاما داش. طيب دي كده بالنسبة لي القانون ده قانون عام، وهنسميه رقم واحد. هنيجي لحالة تانية، لو بقى خدنا من الحالة دي حالة خاصة شوية، ان ال A وال B وال C عموديين على بعض، ففي الحالة دي هيبقى عندي زاوية ألفا وبيتا وجاما بيساوي 90 درجة. وفي الحالة دي بقدر أقول إن كوزين سكوير ألفا داش زائد كوزين سكوير بيتا داش زائد كوزين سكوير جاما داش بيساوي 1. بس ما اعرفش القانون ده جه منين بالظبط، لكن هو موجود كده في الورقة امتى يا دكتور. المهم ان هو من القانون دوت توصل الى ان بالتعويض في اللي فوق، جابت دي بتساوي 1 على
روت اتش على اي سكوير بلس كي على بي سكوير بلس ال على سي سكوير. بالنسبة للقوانين دي هي الدكتور غالبا لو هيحتاجها في الامتحان هيجيبها بطريقة شبه مباشرة، ان هو هيطلب العمودي او حاجة منه بدلالة ال H وال K وال L وال A وال B وال C. كده يعتبر احنا خلصنا النقطة دي، نقدر نخش على النقطة اللي بعدها اللي هي ال Phase and Axis Zone. الفيس اند اكسس زون اللي يهمنا فيها ان انا لو تخيلت مثلا عندي مكعب بالشكل ده، وهاخد وليكن معادلة الخط الطويل اللي واقف دوت بالطول، هلاقيها وليكن مثلا نقول مثلا ايه اتش اوكي، وبعد كده هبص على معادلات الأوجه هلاقي إن الوجه ده بيوازي الخط والوجه ده كمان بيوازي الخط، فيبقى جميع البلانات اللي في الاتجاه الموازي ليه هي دي اللي بنسميها الفيز زون أو الأكسس زون، دي يسموها اسم كويس. فناخد مثلا مثال يوضح شوية الموضوع، إن عندنا مثلا زون اكسس رقم مثلا 001، ده كده كخط بالنسبة لنا اللي هو محور السي. طيب بالمنظر كده الواضح ليه او باين ان هو موازي ليه في الاتجاه هو المستوى ده والمستوى ده، لكن المستوى ده عمودي عليه فما اقدرش اخده معاهم في نفس الزون. طيب عشان اجيب الكلام ده بعملها ازاي؟ بجيب معادلة كل واحد في دول، وليكن مثلا هنقول ان دوت واحد A وهنا واحد B وهنا واحد C، فتبقى معادلة الوجه ده عبارة عن واحد زيرو زيرو وهنا زيرو واحد زيرو وهنا زيرو زيرو واحد. ازاي جبنا الارقام دي؟ نرجع تاني لميلر بان احنا بنقلب نقط التقاطع، ده بيتقاطع هنا عند واحد فمقلوبها واحد، بيتقاطع مع البي في انفينيتي فمقلوبها زيرو، بيتقاطع مع سي في انفينيتي فمقلوبها زيرو، كده جبنا جميع النقاط. طيب قال لك هنسمي المحاور او ما اصح المستويات اللي عايز اقيسها هل فعلا عمودية مع بتوازي الخط اللي انا واخده كزون اكسس ولا لا، عشان اعرف ان هو زون بلين. فبسمي ده اتش بار وكي بار وال بار، وبسمي الخط ده اللي احنا قلنا عليه 001 اتش وكي وال، ودي قانون اتش في اتش بار زائد كي في كي بار زائد ال في ال بار بيساوي واحد. لو اتحقق معاك القانون ده يبقى الاتنين يعتبروا في نفس الزون، او اقدر اقول عليهم ممبرز اوف زون. نيجي لاخر جزئية بتاعت اخر محاضرة، ال point symmetry of operation، طرق تمثيل هو بيحاول يوصف الخلية بطريقة اخرى، او ان هو يشوف السيمترية أو التشابه بين الأجزاء في اللاتس أو في الكريستال. فبيبدأ يشوف أول حاجة بالنسبة له اللي هو السنتر أوف سيمتري، فبيعملها بطريقة إن هو لو قلنا النقطة دي سنتر أوف سيمتري يبقى بجيب نقطة ما في اتجاه ما بالنسبة لها وأقيس المسافة ولتكن مثلا مسافة إكس، فهلاقي لو كملت الخط ده في الاتجاه الاخر من نفس النقطة نفس المسافة اكس برضو هلاقي نقطة اخرى، فيبقى لو النقطة دي بي يبقى دي بالنسبة لي بي داش. طيب يبقى النقطة دي لو حققت الكلام ده بسميها نقطة سي
يعني center of symmetry. طيب لو ادينا دي معادلة وليكن نقطة x و y و z، فيبقى النقطة دي سالب x و سالب y و سالب z بالنسبة لل center C اللي هو center of symmetry. طيب نيجي لنوع تاني اللي هو الميرور بلين. الميرور بلين بالنسبة لنا كأنه مراية في مستوى، فبقول ان لو عندي دي كده مستوى بالنسبة لي بيمثل مراية، فلو خدت نقطة فوقيه اي نقطة فوقيه ونزلت بيها عمودي عليه في مسافة ولتكن اكس، هلاقي صورتها على نفس البعد اكس من المراية موجودة الناحية التانية عمودي برضو. فلو دي نقطة بي برضو هلاقي النقطة دي بي داش. لو خدنا نقطة تحت ان مثلا على بعد ما، هنلاقي نقطة قصادها على البعد التاني فوق ان داش. لو الكلام ده اتحقق معايا يبقى السطح ده بالنسبة لي بيمثل ام او ميرور. لازم اخلي بالي ان البي والبي داش كخط عمودي على الميرور. طيب نيجي لتالت حالة من السيمتري اللي هي الدايركت روتيشن. في الدايركت روتيشن انا بدور الخلية نفسها بالنسبة لي او الكريستال نفسها كلها بزاوية ما بحيث ترجع لنفس الترتيب. بمعنى انا هاخد من النقطة دي وادور الخلية كلها او ادور الكريستالة كلها بزاوية ايا كانت الزاوية بحيث انها ترجع تاني زي ما كانت. فهلاقي مثلا ان عندي نقطة على بعد ما ونقطة تانية فوقيها، لو لفيت بزاوية 90 درجة هلاقي النقطة دي جت هنا والنقطة دي لفت جت هنا، ففعلا برضو نقطة على نفس البعد وايه بنفس الزاوية ونفس البعد التاني برضو. فبكده اعتبر لو لفيتها 90 درجة ترجع لي نفس الايه الخلية. الكلام طبعا في حالتين الاجزاء كلها متساوية. فلو الكلام ده اتحقق بالنسبة لي يبقى اقدر اقول على النقطة اللي في النص دي انها دايركت روتيشن بوينت بزوايا مختلفة اللي هي زاوية 90 درجة او الضعف 180 او 370 او 360. طيب يعني ايه الاربعة دول؟ معناها انها ممكن تلف في 4 مرات في الزاوية في ال 360 درجة. فهو بيمثل عبارة عن ان باي 2 باي على ان، وان دي اللي هي الرقم اللي بعبر بيه عن الخلية دي. فمش هقول 4 بقى، هقول ان النقطة دي اسمها اي ان. اي ان وان دي بالنسبة لي هنا بتساوي 4، يعني اقدر عليها اقول ايه 4. ليه 4؟ عشان ان دي لو عوضت بيها هنا هلاقي 2 باي على 4 اللي هي هتساوي 90 درجة اللي هي اقل زاوية اقدر الف بيها والاقي الخلية او الاقي اللاتس بوينت اللاتس عامة رجعت تاني زي ما كانت بالظبط، يعني يعتبر فيه نوع من السيمترية. طيب يتفضل لنا نوع اخير رقم 4 اللي هو الانفرس روتيشن. الانفرس روتيشن بيجمع نوعين، بيجمع النوع الاولاني اللي هو السنتر اوف سيستم اوف سيمتريك، ويجمع معاه الدايركشن روتيشن. عن طريق ان انا لو قلت ان انا عايز النقطة دي كده مثلا عبارة عن انفرس روتيشن، فانا هاخدها الاول ادورها وليكن مثلا زاوية حسب المكان، وليكن زاوية مثلا 120 درجة فهلاقي زيها، او مش مع اصح الاقي زيها بقى، الاقي زيها في الاتجاه المعاكس من النقطة. فكده ساعتها لو لقيت دول يبقى اقدر اقول النقطة دي inverse rotation بزاوية 120 درجة. بعد ما لقيت النقطة هنا اتلفت زي 120 وعكستها عن نقطة زي ما عملنا في أول حالة خالص الانفرس، ألاقي نقطة تانية أو ألاقي لاتس بوينت تانية، يبقى كده الخلية دي فيها انفرس روتيشن عند اللاتس بوينت دي. فأقدر أسميها باسم الانفرس روتيشن، وليكن دي عشان زاوية 120 يبقى هقول 2 باي على 3 يبقى أقدر أعلق عليها A3 بار. وبكده يبقى احنا قلنا ال4 حالات بتوعها. طيب يتفضل لنا نحل مثال
من ورق الدكتور ان شاء الله يوضح اكتر الجزء الاخير. المثال فيجر 13 و14. المثال ده بيوضح فيه الحالات كلها بتاعت الروتيشن والميرور، بان مثلا في حالة زي دي كده هلاقي ان دي كده بالنسبة لي مراية عكست اللي فوق تحت، اجزاء جميعها اللي فوق تحت، وهلاقي ان دي مراية عكست اللي هنا كله هنا، وهلاقي ان دي مراية عكست برضو الجزء اللي هنا هنا، فيبقى كده في 3 مرايات، فاقدر اعبر عنها ب3 ام. طيب، وهلاقي ان لو لفيت زاوية 120 درجة هلاقي الكلام ده بيتكرر هنا، 120 درجة هلاقي نفس الخلية برضو بتتكرر تاني، فمعنى كده ان الزوايا بالنسبة لي بتاعت الميرور برضو الروتيشن 120 درجة، فال120 عبارة عن 2 باي على 3، فاقدر اقول عليها ايه 3. ايه 3 دي بكتبها 3. الكلام ده كده اللي هو بيسموه البوينت جروب. نيجي لأمثلة تانية تحت. دي بالنسبة لي عبارة عن دايرة فيها نقطة واحدة، فيها لاتس واحدة، أو لاتس بوينت واحدة، فأقدر أقول إنها مفيش ميرور لأن مفيش سطح عمودي عليها، لكن عشان ألفها زاوية كام ترجع تاني هلاقي إنها زاوية 360، يعني 2 باي، يعني 2 باي على 1، يبقى دي كده من درجة A1، فسميها بوينت جروب 1. طيب، نيجي هنا هلاقي نقطتين بس ما بينهم مراية، فأقدر أقول إنهم على نفس البعد، ولو لفيت مش هلاقي حاجة أوديها، فمش هلاقي زوايا غير على 360 درجة، يعني 360 على 1، فتبقى A1، لكن في مراية يبقى في M، يبقى 1 M، يبقى هسميها 1 M. الواحد اللي هو يعني بمعنى A1، والM يعني معناها في ميرور واحدة. طيب، نيجي اللي جنبها هنلاقي 2 نقطتين قصاد بعض، فأقدر أقول إن أنا لو لفيت زاوية 180 درجة هلاقي الخلية رجعت تاني بنفس المنظر، فبكده يبقى بالنسبة لي الزاوية عبارة عن 360 على 2، فتبقى من الدرجة 2، فحسمي البوينت جروب 2. طيب، في الحالة الأخيرة هلاقي عبارة عن عندي مرايتين، كل مراية بتعكس المنظر اللي قصادها بالكامل في الناحية التانية، وهلاقي إن أنا لو لففت بزاوية 180 يعني 360 على 2، فيبقى عبارة عن 2 وفي مرايتين 2 ام، فتتكتب البوينت جروب عبارة عن 2 ام ام. بكده احنا نعتبر خلصنا الجزء اللي الدكتور اداه قبل الميد تيرم. وجزاكم الله خيرا وشكرا على حسن الاستماع.